بلاستيك في القاهرة، في استاد القاهرة. عمر عبد الله وهدف الدوري، هدف الفوز. احكي لي بقى، وانتوا رايحين مسافرين الماتش ده نكسبه ناخد بطولة الدوري، انتوا كلاعيبة وقتها؟ احنا كلاعيبة احنا ما كانش فيه لعيب. الزمالك كان بينافس في السنة دي. ما احنا خدنا احنا لما كسبنا الاثنين بونت، كان ايام الماتشات باثنين بونت. لما كسبنا الاثنين بونت يا كابتن اسامة بقى الفرق بونت بس. ايوه. خدنا الدوري ببونت. بالهدف اللي جابه عمر عبد الله في الطني. طني حارق اللي هو حارس مرمى البلاستيك اللي هو الفلسطيني كنسية. الموسم اللي بعد كده كابتن عبد الستار علي اصبح اساسي لفريق غزل المحل، هيبدا بقى الدوري. ايوه. كانت بطوله الشركات بتبدا الاول، بطوله الجمهوريه للشركات، ده كانت دوره اولمبيه بتتلعب في اسكندريه كل صيف في شهر 7 و8، كانوا بيعتبروها دوره سياحيه للسياحه في اسكندريه. فاللي حصل ان الكابتن فؤاد بخيت رحمه الله عليه اتصاب واتقطع وتر، اصابه جامده مش هيلعب، وتر بتاع الكعب، وتر اكيلس. قعد يتعالج سنه ونص ومن بعدها رجع، بس ما قدرش يرجع لمستواه. كابتن بيشلاوي كان بيدخل كليه التربيه الرياضيه، شغل وبتدخل معهد التربيه الرياضيه ايامها في الهرم، كان 45 يوم زي الجيش. ايوه. عندك دخل مش هتعرف تخرج، والتمرينات والماتشات مفيش. الفرصه جات للكابتن عبد الستار، هي جات لي. وكانوا بيدوروا على الاحتياطي. عايز افكرك بواقعه شهيره في ملعب الترسانه، غزل المحله والطيران. واستاد الترسانه وملعب الترسانه فيه جماهير غزل المحله، وانتوا بتلعبوا اذ فجاه جماهير المحله بتشجع الطيران، وانتوا واقفين بتبصوا لبعض وتستغربوا ازاي، يعني ازاي جماهير المحله تشجع الطيران ما بتشجعش فريقها. انت بتلعب مع في ارض الترسانه. أيوة. مع فريق الطيران مفيش جمهور. الطيران ملوش جمهور، ملوش جمهور. الجمهور المتواجد جمهور غزل، جمهور غزل المحله. مثلا حوالي مثلا 3000 واحد. ده كان العدد اللي الطبيعي اللي كان بيجي. أيوة. وفي ماتشات معينه في الاستاد كان بيزيد العدد عن كده يعني. فاللي حصل ان في نهايه الشوط الاولاني كده في اخر ربع ساعه كان بدات يذيعوا البيانات. احنا اليوم ده كان 6 اكتوبر 73 تمام. ايوه. على فكره المباراه ديت وتحديدها وفي القاهره وفي الوقت دهوت وفي التاريخ دهوت. أيوة. كانت من ضمن الخطه الاستراتيجيه. أيوة.